فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. أحبك ربي، أحبك ربي، أحبك ربي، أحبك ربي، أحبك ربي. يقول عليه الصلاة والسلام، دققوا في هذا الحديث، كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ الصحابة صعقوا، قالوا أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال وأشد منه سيكون. قال وما أشد منه؟ قال كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ دهشوا أكثر. قالوا أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال وأشد منه سيكون. قالوا وما أشد منه؟ الطرقات تمتلئ بالكاسيات العاريات، الفضائيات، الإنترنت، الانحرافات. نعم، إذا كثر الخبث. يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. حتى الحصار الذي أصاب العراق وأصاب الشام في حديث مسلم حدث حذيفة بالذي قال الرسول، أخبر بما قد كان هادينا يقول، أسبغ علينا من عظيم حديثه عن فتنة ستموج يوما بل تطول، عن فتنة ستموج يوما بل تطول. ما النهج وقت تأجج الفتن التي تعمي فتختلط الأمور على الجهول؟ بالعلم نبصر دلنا في فتنة عمياء تحصد حصدها فينا عجول. حدث حذيفة بالذي قال الرسول، أخبر بما قد كان هادينا يقول، أسبغ علينا من عظيم حديثه عن فتنة ستموج يوما بل تطول، عن فتنة ستموج يوما بل تطول. أحذيف قد سألوا الرسول جميعهم عن كل خير دون ذكر للأفول، فسألته خوفا وحرصا بالغا، هل بعد هذا الخير من شر يحول؟ إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة I love you Allah.